Assalamu alaikum, guys. I am here at my former dara, Pastor Kar Ayub. Here is where I learned the Quran. So I am back here because we have annually conference that we used to do every year. So I came to the conference and these children are here. Let me speak in Wolof, guys. Lima bëgg wax moy ma ngi ni ci dara bi ma doon jàngé dañu am conférence bi ñuy faral di def at bu jot so ci conférence bobu la ñu won nak tay les conférences bi da jall la dembal won so xalé yi ngeen di gisse ci dara ji lañuy jàngé waye dama bëgg ñom tamit ñu jàngal len ngeen dégg ñom tamit seen alcorane because fi la doon jàngé man suma mëne alcorane fi mo tax mo mëne alcorane so yeen tamit ngeen dégg alcorane ji ñen xamné Daraji is a good dara bo xamanteni fepp fa me nek bu go fe indi sa don tamit mën ko fe indi so I will start from this one yow nak nga tud Mohamed Mbop ah okay ki moy Mohamed Mbop yow fi ngay jange wa yow ya hafiz bi mo karam wa so he is an hafiz de nga bëgg nga jangal ma aya bo mën ta jang nak jang ko jangal bu neex jangal bu rafet deng acha bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بخير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين
أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وقرهم في دينهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. mom moy kang bi mujji fi ci daara di conference bi ñu done amal dem mom mo fi am shahada. So masha Allah baban he is very young, so ñi ngeen di gis fi yep ñami tamit ñu ngi ci yoon bi, ta xamna ne insha Allah du yag dara ñamit dinañ yeksi. So fokk ñu amaat keneen tamit mu ñew jangal ñu mom tamit ci alquran bi comme yeen tamit ngeen deggat ko. So let's go to the next one. Gyo kay kaga tok fi, do togal 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 pousal yo pousal wa togal fi. Okay, you know to do? Laiso. Abdullah Laiso. Okay. This one is my son. So, bismillah. Yanga fula neex de. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Taha. Ma anzalna القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كزوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي
هارون أخي اسجد به أسري وأصلك في أمري كي نسبحك كثيرا ونشكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه وقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت حباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسامة ما أصحاب المسامة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآكلين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان المخلدون بأقواب وأباريك وكأس من معين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وقلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيد لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا جنا أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من دبر ف
فكسبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم صدق الله العظيم. ما شاء الله محمد بشير بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يقصه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني استمزئتك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذ أبنت وأقوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال لا تخافا قال ربنا إننا نخاف أن يفعل فرط علينا أو يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى صدق الله العظيم. So guys, coming in fitedo defon na fi video maylan mangi suma forma dara so I'm back here ba pare dama am surprise pour yeen dara bi kiko mom suma oncle la and top la mo len dara bi nan la melone ak legui na xala mel alquran mo wor kay jeral boy di bandi non boy na ngeen def sa okay so kay ñewal legui gis ngeen fi la wonone dara baangi ni fi mo nek dara bi gis ngeen na xala mel jeral li yeb voilà come back to me legui ñewal ci man kay kay top ma rek gis nga ci la xale doon jangé gis nga ñol top ñol fi la xale doon jangé waye légui
legi dafa am benen dara amen lima bëgg wax sax xawmako fu mu nekk ni dara bi fi la xalé doon jàngé waye oustaz bi daf ko renovate dafa tabax benen dara ci boram because bi magal na onasan nga so lañu wara dafaraat bi mu tabaxat benen ci boram bobu mu wara nekk internat nga xamanteni fu way mu nekk ci senegal wala ci gambie mën nga fa indi sa dom bi mu jàng alcorane comme yow ni nga ko bëggé be mokal alcorane jàng fi xam xam bëpp xam xam bu mu fi wara jàngé fi ci dara bi fi kay mool la yowal top mare fal jaaje fete yowal jël betama bi gis nga betama bi gaay ngi ci liggey bi gis ngeen jël mani mol la gis nga fi étage la wara nek ci kaw ba r+3 kay gis nga gaay ngi ci liggey bi jëlani wa gis nga gaay ngi ci liggey bi di renover di defar dara ji lañuy defar dara ji lañuy defar ñewal wa xel da ben ata okay ci la bokku da ben ata mari baxna cameraman dina ata merci beaucoup ata ñewal dara jangi ni jëlal ni ba legi ndañ jëlal fi boy di añ ñewal ni kay jëlal gis ngeen ñu ngi ni di defar bo yaangi balé ñi yaangi balé ñi ñi gis ngeen basang yaangi ni gis ngeen liggéey bi paré gut ba légui ñu ci kaw fi la xalé wara jàngé fi la xalé wara jàngé jëlal saïd bi gis ngeen dara bi num ponkalé xolal ñewal ni gis ngeen dara bi num ponkalé ñewal toilette yaangi ni gis ngeen lepp lañ dafar liggéey bi paré gul sax gis ngeen ñewal wala gis ngeen xalé yaangi dafar acca nekk leen ci nekk liggéey leen acca liggéey leen gis ngeen xalé yaangi liggéey waaw acca na sédde waaw gis ngeen na sédde boy na sédde waaw yena jambar wa na sédde lay saw na sédde ay sa ñewal top ñewal gis ngeen ñewal filan la sax filan la ah fi may wañ wi toge kay fi may wañ ay neena fi may wañ fi may toge kay bi kay gis ngeen fi tamit benen salle la bu xale di jàngé ñaari salle yu mag la bu xale wara jàngé salle bi ñu génn ak salle bi tamit salle bu mag bi gis ngeen fi tamit la xale wara jàngé dafa am ay van gis ngeen fan yaangi non mo dan van sax fan yaangi ni gis ngeen evolution bi dara bi fe mu nekkon ak niko señ bi tabaxate benen dara ci ngeen xamne wallahi alquran rek moy deug ñewal ni jëlal ne ñu gis dara be ne ñu malal gis ngeen dara jangi ne be la dara ni may dara bi ñeek bi nga xamne fofu la xalé doon jangé waye gis ngeen fi la xalé wara jangé ran ngeen gis ne gaay ñu ci liggéey bi ba légui paré guñ sax ci liggéey bi ndax señ bi daf ko bëgg defaraat ko bam gëna kawé comme nima leen ko waxé ci station bi rek dafa wara dem ba nek r+3 donc señ bi yeenam ëpp na fi di dem ñewal waaw bay ñew liggéey bi paré guñ wacce boy wacce leen bu leen ñew de fu ñu dem wacce leen acca ñewal moy dul la nga dal li gis ngeen su ko defé mu ngi ni dara jangi ni yaatu bo xamni xala yu bare man nañ fay jangé gis ngeen kaw ga nek ni motax may len fi dafa wara kawé señ bi bëgg ko émalé fi rek dafa wara kawé ba r+3 4 ca kaw ngeen xamné wax deug yalla légui nak dara ji mu ngi nek poste caraib senegal fi farafani ñi nek gambie sen doomi dañ koy indi fi ñi nek senegal sen doomi dañ koy indi fi yeen nga gis na def nombay ci foon bi képp ko xamanteni bëgg nga sa dom
ñew jang alquran dina def nombay dal en tout cas kep ko xamanteni bëgg nga sa dom jangé ci suko défé nga def nombay ci nga kool ci nombay suko défé sa dom ñew jang ci fi alquran comme ni ko bëggé comme ni ko yalla waccé won ci yonenti bi inshallah